نسبة الأمان في جراحات السمنة تعتبر من أعلى النسب العالمية، والحمد لله إحنا هنا في مصر بفضل الله وبكفاءة الأطباء المصريين أغلبيتهم نسبة الأمان بقت في حدود النسب العالمية. لكن في نقطة مهمة جدا، إن إحنا كمجتمع شرقي وكمجتمع مصري بنسمع كلام متداول في السوشيال ميديا، بنسمع كلام من بعضينا، وزي المثل اللي بيقول السيئة بتعم والحسنة بتخص. أوقات مريض يسمع عن مشكلة حصلت لمريض آخر فيخاف وياخد قراره إن هو مش هيعمل العملية بتاعة السمنة، ويبقى للأسف استقى المعلومة بتاعته على أساس حادثة نادرة الحدوث أو نتيجة خطأ غير مقصود، وبالتالي المريض ده مش بيستفاد من الفايدة المقدمة ليه في جراحة السمنة. وفي نفس النقطة في برضو بعض المرضى أو بعض الأطباء بيهونوا من جراحات السمنة وبيقولوا دي جراحة صغيرة جدا ودي نسبة الأمان فيها 100% وما فيهاش مشاكل. فلازم إحنا نبقى واقعيين، لازم نقدم المعلومة الصحيحة لحضراتكم. المعلومة الصحيحة أن نسبة جراحات السمنة فعلا من أنجح العمليات على مستوى العالم ومن أأمن العمليات على مستوى العالم، لكن ده لا ينفي أن هي جراحات مش صغيرة، هي جراحات كبيرة يحتاج اللي يعملها يبقى دكتور متخصص في جراحات السمنة، ومن قبل تخصصه في جراحات السمنة اللي هو يعتبر تخصص دقيق يبقى عنده خبرة واسعة في جراحات الجهاز الهضمي والجراحة العامة. علشان كده لازم يبقى اللي بيمارس جراحة السمنة عنده أصول جراحية وعلمية في جراحات الجهاز الهضمي والجراحة العامة. الحاجة التانية ان هو جراحات السمنة نسبة الأمان فيها عالية جدا، لكن نسبة المضاعفات لا تتعدى 3% مجتمعة، يعني نسبة المضاعفات كلها لو اجتمعت مع بعضها لا تتعدى 3%، ودي نسبة مقبولة جدا عالميا. فما ينفعش ان حد من الزملاء يقول ان انا نسبة النجاح عندي 100%، لان نسبة النجاح 100% مش موجودة على مستوى العالم في اي موضوع سواء طبي او غير طبي. هو في نسبة نجاح عالية جدا لكن في هامش مضاعفات وارد الحدوث. لو قلنا الكلام ده معناه ان احنا يا اما اللي بيقول الكلام ده غير صادق مع المريض في اعطائه المعلومة الطبية الصحيحة او النسب الصحيحة، او ان هذا الزميل لم يجري النسبة المتعارف عليها لكي يكون جراح سمنة مؤهل زي ما قلنا. وفي الحالتين ده بيفقد الطبيب مصداقيته لدى المريض، وده طبعا بيؤثر بالسلب بعد كده على صحة المريض وحياته. فلازم نتوخى الحذر لما نيجي نسمع اي معلومة طبية.